بحيث تقوم بعمل جيد شبيه بالمنظومة من حيث الشكل والأداء تكون جميلة. في البداية أعزائي المشاهدين نقوم بفتح ملف Exit، نقوم بتثبيته، نقوم بفتح الملف، طبعا المشكلة بالجهاز بطيء جدا. نقوم بعمل أول شيء، نقوم بعمل قائمة أو العناوين الجدول على سبيل المثال، رقم التسلسل، الصنف، البيان، المجموع، أو نقوم بكتابة السعر، الكمية، المجموع. هذه سيداتي سادتي كما ترون هكذا، نقوم بالتطبيق عليها ونختار تنسيق تجلود، نضغط، يحتوي الجدول على رؤوس، نؤكد على هذا، نضغط موافق. الآن أصبح عندي فلتر خاص لكل صف. رقم التسلسل على سبيل المثال 1 2 3، نقوم بالتظليل، والسحب حتى يقوم بالتكرار، عملية التكرار. نقوم بوضعها في المنتصف هكذا، نقوم بالتظليل هكذا. الآن الأصناف على سبيل المثال نحتاج لكتابة 10 أصناف، مثلا على سبيل المثال زيت، سكر، ملح، زيتون، عسل. عصير برتقال، عصير عنب، نكتفي بهذا القدر. الآن ماذا سوف نفعل؟ نقوم بالتظليل على الصنف ونذهب إلى بيانات، نختار تحقق من صحة البيانات، التحقق من صحة البيانات، نقوم باختيار قائمة، نختار المصدر ويكون هذا هو المصدر، نقوم بالموافقة، موافق. الآن كيف ستصبح؟ عند الملف سوف تظهر لي هذه القائمة ونختار منها البيان. على سبيل المثال نقوم بيان بعض الأمور، مواد تنظيف، مواد كهربائية إلى آخره. نقوم بنفس العملية ونقوم بالتظليل هكذا. عند التظليل كالعادة نذهب إلى تحقق من صحة البيانات، القائمة سوف تكون قائمة، نقوم بتحديد المصدر وهو هكذا ونوافق.
الآن أصبح بالإمكان اختيار ما تريده. السعر، على سبيل المثال سعر السكر 2 دينار، الكمية على سبيل المثال 10. إذن المجموع سوف يكون، نقوم بوضع علامة يساوي 2 ونضرب في 10، يصبح المجموع اوتوماتيكيا على سبيل المثال 3 مواد كهربائية، عصير العنب، عصير البرتقال، مواد كهربائية، سعره 3 دنانير، في الكمية أعتقد أنها فلنقل 10. يقوم بحسابتها مباشرة، وشكرا ومع السلامة.